سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة. وإلى حين وصول اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي وردتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من هذه الرسائل رسالة تقول من سيد سلام، يقول ما هي شروط الطلاق وبدقة؟ زين، ما هي شروط الطلاق؟ الطلاق فيه شروط عديدة حتى يصح الطلاق وتبين المرأة من الرجل، هناك شروط لا بد من تحققها. من هذه الشروط أولا أن يكون المطلق اللي هو الرجل قاصد للطلاق، هذا واحد. اثنين، لابد حينما يريد أن يطلق لابد أن يحرز مسألة، وهو أنه زوجته في طهر هو لم يواقعها فيه، يعني لم يأتي زوجته في هذا الطهر، فإذا أحرز ذلك بإمكانه بعد ذلك أنه أمام شهود اثنين عدول، ولا بد أن يكون بهذه الصفة وهي صفة العدالة، أن يكون شاهدي عدل، عدلين شاهدي عدل كلاهما، ذول الشاهدين العدل يسمعان من المطلق اللي هو الرجل، الزوج هنا أو وكيل مثلا، صيغة الطلاق. إذا وصلنا إلى هذا الشرط، صيغة الطلاق هكذا، أن يقول مثلا الرجل الزوج أو وكيله زوجتي فلانة، ويسميها زوجتي فلانة مثلا طالق طالق طالق، هي طالق، هكذا. ثم بعد ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذه هي شروط الطلاق. إذا وحدة من عدهن انخرمت، كأن مثلا هو لم يقصد الطلاق، كأن يكون مازح، أو هو في سبيل التعليم، يعني واحد يعلم الآخرين، فقال مثلا زوجتي طالق، في هذه الحالة هذا لا يكون، يعني انعدم القصد عنده هنا، فلا يكون طلاقا. هذا عندنا. أيضا الشرط الآخر أنه مثلا زوجته هي الآن في طهر ولكنه واقعها فيه، أيضا لا يصح الطلاق هكذا، إلا إذا كان في طهر لم يواقعها فيه، أو مثلا لم يتوفر عند الشاهدين العدلين. عندنا اتصال، مهدي من المسيب، تفضل أخ مهدي. السلام عليكم. عالم هدية مو مهدي. ها العفو، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. سيد أنا العامل. نعم. كسرت رجلي برم بعض وفطريت ثلاث أيام ورديت صمتهن، هم عليك كفارة؟ صمتيهن وراء رمضان مباشرة؟ لا صمتي هسه هاي أيام رجب. يعني ما فات رمضان، يعني ذاك رمضان اللي راح هن ذني ناس، من كثرة رجلي وفطرت وهسه صمتين، ما عليك شيء، هل عليك كفارة لو ما عليك؟ لا لا ما عليك. انت كنت يعني من فطرتيهن كنت يعني في
حالة ما يمكنك من الصيام؟ إيه يعني ما أقدر، خربطيت وهاي رجلي ورميت وبقصعت فطرت وابلع حبوب. خلاص عرفنا من عندك السبب، فعليه أنت فقط عليك القضاء. قضيتيهن؟ الحمد لله. قضيتين وقضيت زيادة رحمة الله. ما عليك. أي أنا ما عليك. ما عليك لا كفارة ولا فدية ولا أي شيء آخر. يلا شكرا. يلا أهلا الله وسهلا الله. ومرحبا بك. أهلا بالي. نكمل، وصلنا إلى الشرط الآخر الثالث في مسألة الطلاق. لو فرضنا ماكو شرطين عادلين، عفوا آسف، رجلين عادلين، يعني هذا الشرط ما موجود، أو مثلا واحد عادل والآخر غير عادل ما معروف بالعدالة، أيضا هنا هذا الشرط غير موجود، فعليه لو طلق وكانوا الشهود غير عدول أيضا لا يتحقق الطلاق، سواء كان المطلق نفسه هو مثلا ألقى صيغة الطلاق أو وكيله أو وكيل الزوج. لربما يسأل سائل، الوكيل هنا شلون يقدر يطلق؟ إذا أخذ وكالة من الرجل والرجل قال له مثلا وكلتك في طلاق زوجتي فلانة، فهو يجي يوفر هذه الشروط. أولا يحرز أن الزوجة لم يأتيها الرجل في طهرها، وأكو مثلا موجود جماعة واحد اثنين عفوا اثنين أكثر من العدول، الرجال العدول. في هذه الحالة هو يلقي الصيغة نيابة عن وكيلة ويقول هكذا صيغتها، طلقت زوجة موكلي فلان فلانة، هي طالق طالق هي طالق، ويقول بعد ذلك استغفر الله رب العالمين. هكذا عندنا نحن الشيعة الإمامية الجعفرية يكون الطلاق بالشروط اللي ذكرناها الآن. أما الطلاق اللي يحدث الآن والذي يسمى بالمدني، هكذا يعني لربما هكذا يسمى. عندنا اتصال كرار من المحمودية، تفضل. كرار من المحمودية تفضلوا. أخ كرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل أخ كرار. سيد الله يخلي سيد، أنا أموري تعبانة، أداوم بالمستشفى مالت اليرموك. نعم. وعندي صاحب أربع بنات وليت وظروفي تعبانة حيل، وأبويا شوية يعني ظروفه زينة، عمامة عندهم بيت جدي وراته مولد. نعم. قلت لأبويا بس الغرفة من عندكم ما سوى لي الحل. نعم. أنا مو رحيت تعبان. المفروض يساعدك، غير والدك هو؟ إي إي والدي هو. إي غير يساعدك، المفروض يساعدك، هو الآباء شنو غير؟ غير هذا من باب التراحم هذا. وعندهم بيت مولاته بي، بس قلت له يعني أنت أبو الكل يقول ما دام أنا عايش ما تقدر تتحكم، يعني قلت له أنا ما عندي أي حسي، ما داعي يعني والله يقوم، بس مو تعبان الحيل. إيه يا أخ كرار، المفروض أنه أكو يصير نوع من التفاهم بينك وبين والدك. لربما هو افتهم، لربما هو افتهم يقول مثلا من عندك أنه تريد حقك أنت، فأنت تقول له لا مثلا هاي من سألة تراحمية، تفهمه أنه هاي من باب الرحمة، أنا الآن أموري تعبانة. إيه تقدر تفهمه بهالموضوع هذا، تقول له هاي من باب الرحمة، انه انت تراعيني تساعدني وانت افضل من الغريب، من هال. اما انه مثلا تقول لي اريد حقي، لا الان فعلا هو كلامه صحيح، مو من حقك الان، وانما حقك لما تكون انت وريث مثلا. بس هاي من باب من يعني او تقدر يعني اخ كرار عندي بس واحد بالبيت، هو يعني قلت له الغرفه اعزل بيها. بس يقول لي لا قعدتك راح اصير فتنه، راح اصير مشاكل.
أخ كرار تقدر أنت تستعين مثلا أولا بالله سبحانه وتعالى، ثانيا تتوسل بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، وتقدر تستعين بواحد مثلا من عمامك من خوالك رجال كبير صديق الوالد بالنيابة عنك يروح يكلمه بلغة الخاصة يفهمه، لربما شوية هاي الأمور يعني تتحسن ويكون إلى الأحسن. هاي نصيحة من عندنا يعني، جزاك الله خير يا أخي. الله يوفقك واشكركم الله. إن شاء الله ندعي لك هاي الدعاء من عندك، الله يوفقك. نرجو الله الإجابة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. عندنا اتصال أم أحمد من النجف، تفضلي أم أحمد. أم أحمد من النجف تفضلي. ألو. تفضلي يا أم أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. نعم. سلام عليكم. عليكم سيدنا. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا سلام عليكم سيدنا. أم أحمد ولو صير زحمة عليك تصلي وياي أو خليش وياي على الهاتف وترك التلفزيون. نفسي. نعم تفضلي. سيدنا عندنا خمس. عندنا خمس سيد. يصير بنتنا محتاجة، يصير أبوها أمها يطوها من عندنا. وهي عايشة وياهم مثلا؟ هي عايشة ويا رجلها، بس رجلها ما عنده وما يطيها. أها زين. هي من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني علوية حسنين. الرجال لو المرة؟ لا هي المرة، بتنا. بتكم هي علوية مو تمام؟ بتنا. نعم باستطاعتكم اذا هي كانت متزوجة مثلا وحالتهم يعني تستاهل واحد مثلا يساعدها، نعم بامكانكم تطوها خمس. نعم بامكانكم تطوهن. دائما نطيها. نعم جائز يجوز ان تنطوها خمس. يجوز يعني نطيها حق الساده. نعم يجوز لكم تطوها حق الساده، لكن اذا هي عايشه وياكم مثلا لنفرض انه ما متزوجه مثلا وعايشه وياكم ما يصير، لان انتم تصرفون عليها ما يصير تطوها. اما هي متزوجه وعندها اولاد وعازله وحالتها مثلا ضعيفة، نعم تطوها حق السادة. بلي. من البصرة عندنا اتصال من البصرة. حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك حسين. الله لك التوفيق ويستر عليك. الله يخليك يا عزيزي. مولاي سؤال رحمة الله. تفضل أخ حسين. أخ حسين تابع وياي عبر الهاتف فقط، اترك التلفزيون. نعم مولاي، أنا عليه السلام أطلب صلاة مثلا صلاة العشاء مثلا، وأنا صلاة العشاء أو الساعة 12 أو مثلا بالوحدة يصير أصلي مثلا، أو المغرب يصير أصلي مثلا، صلاة الصبح ما في الذمة مثلا يجوز هاي أو ما يجوز يعني مثلا عشان أصلي صلاة العشاء وأصلي صلاة الظهر علي ما في الذمة مثلا، وها صلاة الليل مثلا بس انتظر شوية خلي افتهم من عندك اخ حسين، حتى افتهم من عندك السؤال، خلي نرتب السؤال زين. نعم انت تقصد صلاتك الادائية مع كل يوم؟ لا انا علي صلاة ما في الذمة. عليك صلاة ما في الذمة. نعم ايش وقت ما كان تقدر تصليها؟ باي وقت كان، بالليل ورا العشاء نص الليل فجر الظهر ما دام هي قضاء ايش وقت ما كان تقدر تقضيها، بس لابد اذا كان القديمات نعم ايش وقت ما كان تقضيها، اما اذا مثلا مال اليوم اللي قبله لازم يكون المرتبات واحده ورا الثانيه. لا قديمات عليه 4 سنوات انا طبعا. ايش وقت ما كان يعني مثلا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء تريد تجمعهن كلهن بقعده واحده بجلسه واحده يسموها جلسه الصلاه، بامكانك ذلك نعم حتى لو ورا العشاء. مولاي اخي السؤال، ما اسمع على وجهك انا ما ادري اطول عليك تفضل.
مولاي انا علي هم علي صيام، الصيام ما له هاي النيه ما تشنهي. شو اقول الصيام الطلاب يعني؟ نعم طلب. قبل الفجر من اليوم اللي تريد تصومه تقول نعم. اصوم هذا اليوم عما في ذمتي او قضاء لوجوبه قربة الى الله تعالى. الله لك التوفيق. الله يخليك يا عزيز. الله نرجو من الله الإجابة ان شاء الله يا عزيز. اهلا وسهلا ومرحبا. عندنا اتصال مروة من ديالة، تفضلي يا مروة. السلام عليكم سيد سنه. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا ومرحبا. عيون السيد، أنا أريد أصوم استحباب بشهر رجب. أي. بس ما أعرف إذا قبل الساعة أنا يعني ما صايمة من مستحقة للصيام. يعني عندك طلب سابق؟ ما عندي طلب، بحس يعني من أنا وصغيرة ما أعرف إذا علي يعني طلب ولا ما علي. شاكة يعني مو متيقنة انه عليش طلب مو؟ لا لا شاكة فقط يعني انا اتذكر انا وصغيرة اصوم بس يقولون ما يصير واحد يصوم استحباب اذا ما موثق هذا. اي صحيح، ما يصير واحد يصوم استحباب، ما يصير واحد يعني ما يصير واحد يصوم المستحب او يصوم استحبابا اذا كان عنده طلب سابق. إذا هو متيقن على أنه عنده طلب سابق ما يصير يصوم استحبابا، لابد أن يقضيه إن شاء الله. إذا أنت متأكدة يا أخت مروة، إذا متأكدة أنه عليك صوم سابق مثلا بعمر 9 سنين بعمر 10 سنين ذنه مثلا ما صايمتهن بشكل صحيح، اقضيهن أول مرة وبعد ذلك بكيفك اي يوم مستحب تريدين تصومين صومي. سيد انا ما متاكده يعني مطلوبه. ما متاكده مطلوبه يعني معناها شاكه، مجرد شك عندك فقط. اي شك. اي شك لا يعمل عليه، وانما احنا نعمل على اليقين، اذا متيقنين انه احنا مطلوبين مطلوبين هيك معناها. عرفت الآن؟ فأي إذا أنت ما متيقنة من أنه أنت مطلوبة صيام سابقا فتقدرين أنه بالي. أهلا وسهلا ومرحبا. نعم عندنا اتصال آخر من الديوانية. أحمد من الديوانية تفضلوا. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ أحمد تفضلوا. شلونك مولاي العزيز؟ الحمد لله. شنو سؤالكم أخ أحمد؟ مولاي أنا مرتي الحمد لله صايمة مصلية وصايمة وأنا من نوع الخمر. مولاي مثلا أنا سيدنا علي أوصل مثلا صاحب خمراني شلون؟ أنا شو أرد أبطل، أنا أرد أعف كل شيء بس أنا مدمن سيدنا. الإدمان يحتاج إلى علاج، وعلاجك هو أن تترك هذا اللي أنت تقوم به من معصية. أنا اللي سمعتك أنت تقول أنا أشرب خمرة، هذا اللي سمعته ما أدري أنا متأكد من اللي سمعته أو شيء آخر. أخ أحمد وين راح عنه؟ أحمد وياي بعدك على التليفون؟ وياك مولاي. أحسنت. أنا بس أريد أتأكد من اللي سمعته، أنت قلت أنا مدمن يعني مدمن على الخمر؟ صحيح. أخ أحمد أول شيء تسويه هو وياك أنه وياك مولاي. بلي 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 خليك وياي. أول شيء أنه تستغفر الله سبحانه وتعالى. أيه. هذا أولا، وأن تترك، وحينما تترك وتتوب توبة نصوحة، لأن هذه معصية، وتحاول أن تعالج الإدمان مثلا بالاعتزال، بالزيارة، تروح زيارات، رفقة السوء تبتعد عنها، حاول أنه تعالج هذا الإدمان بأن مثلا يعني تكون صلاتك دائما مثلا بالمساجد حتى في سبيل يبعد عنك هذا الإدمان ويروح. مولاي مولاي
مولاي أنا أترك أنا أربعة الحسين سلام الله عليك بعد الله أنا أبد ما أحط الخمر. وشنو الفائدة؟ احنا اللي نقصده كل ايامك لازم كل ايامك كون انت ما تخلي الخمر، مو شرط انه فقط في هاي الايام، فقط كل ايامك لازم كون انت تتوب عن هذه المعصية. هاي معصية يا اخ احمد. الله يوفقك ان شاء الله بحق محمد وآل محمد الى الطاعة، الى طاعة الله سبحانه وتعالى، وتبتعد عن هذا المنكر. عندنا اتصال ام خليل من ديالى، تفضلي يا ام خليل. ام خليل من ديالى تفضلي. ام خليل من ديالى تفضلي. انا سيدنا شلونك؟ اغاتي اهلا وسهلا ومرحبا، تواصلي وياي عبر الهاتف وترك التلفزيون لان اكو فرق شويه بي. نعم تفضلي. سيدنا انا مطلوب الصيام سابقا يعني بالعشرين سنه، وهسه الصلاه صليتها بس الصيام ضل، شلون انطي فدية لو اصوم؟ قادره على الصوم انت؟ والله سيدنا انا هسه اخذ مال السكر ومال الضغط، عندي قرحه بالمعده. ادفعي فديه عن كل شهر رمضان تركتي 22 كيلو ونص فقط. قللي من صوت التلفزيون حتى تقدرين تسمعيني يا ام خليل، قللي صوت التلفزيون حتى تقدرين تسمعيني. اي 20 سنه، كل واحد من هاي العشرين سنه تدفعين فديه مقدارها 22 كيلو ونص من الطحين من التمر من الشعير الى الفقراء. بلي سيدنا شنت ما ادري علي صيام الصلاه يعني بدا تقول. نعم هو عليك ما ادري علي صيام الصلاه يعني. بلي الان انت تقولين انا مطلوبه 20 سنه والان ما تقدرين انت تصوميهن، فعليك الفديه، والفديه يعني مكان هذا الصيام عن كل شهر 22 كيلو ونص ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ام خليل. نعم عندنا اتصال احمد من واسط، تفضل يا اخ احمد. تفضل يا اخ احمد، اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك، تفضل اخ احمد. اخ احمد تواصل وياي عبر الهاتف واترك التلفزيون. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. شلونك حي مولاي؟ الله يخليك يا عزيزي، تفضل. سيدنا أنا صاحب قرض، صاحب قرض، قرض فلوس. نعم ورق. بلي قالوا لي حرام أنت تسحب القرض هذا. يعني شنو تقصد سحبت؟ يعني من البنك؟ من واحد مثلا؟ اي شنو شلون سحبتني يعني؟ ما فهمني جاوبك. سحبت 18 ورقه قصدوا لي وقطعوا مني 4 اوراق. اها من يعني انت من شخص من مكتب منين؟ لا من لا من من مكتب. من مكتب، هذا ربا وحرام ما يجوز. اذا كان قرض، اذا كان بعنوان القرض الورق، مش انا سدد عراقي يعني، ما يخالف حتى لو سدد عراقي، حتى لو سدد أي شيء من أي عملة. المهم أنت مدام أخذت هذا كقرض تمام، فبس اسمحني يا أخ أحمد، مدام أنت أخذته بعنوان أنه قرض فهو ربا ومحرم غير جائز. بل نعم اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ احمد. شنو من النجف؟ عارف. الو السلام عليكم. عارف من عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك يا عزيزي. انا كبير يعني كبير اخوتي يعني. نعم بلي ابوي موجود واريد مثل اسوي الخمس يعني الخمس الزكار ده اطلع من ذمه رب العالمين. بلي وليد استفسار.
شلون تسوي يعني انت عندك راس سنه خمسيه سابق وان خمسيت؟ عندي ومددوها علي. وتدري انت اني مثل ملزم ادفع يعني الخمسيه وابوي حي موجود يعني ابوي عدد. اي انت عازل عنه وياك هو؟ لا وياك وياك انت تصرف عليه مو تمام؟ اصرف على اخوتي وياي اربعه. جميل يعني ذولا بإعالتك ذولا تحت إعالتك أنت. أي أبو المدرسة. جميل. الآن أنت باعتبار عندك عمل أو عندك راتب أو عندك مثلا مورد يجيك مثلا أو تبيع وتشتري مثلا ما أعرف أنا شنو نوعية العمل اللي أنت بي. ما دام يعني أنت عندك رأس سنة خمسية يعني يوم من أيام السنة أنت تجي بي تقعد تتحاسب هذا رأس مالي مثلا وهذا الخمس وهذا مثلا رأس المال المخمس شنو اللي زيادة مثلا من تجي انت بهذا اليوم اللي احنا نسميه رأس سنة الخمسية تجي تشوف هذا المخمس سابقا شنو زاد فوقه شنو الزايد هذا الزايد هو الذي يخمس عرفت المسألة؟ بقى انه لما تريد تطلع الفلوس الخمس تطيهن للمرجع اللي انت تقلده او وكيل المرجع اللي انت تقلده تريد تطيهن مرة عندك سيولة تطي مباشرة وتفتك بعد ما بذمتك فشي او لا للتسهيل مثلا تسويهن عدة دفعات او مثلا على الاشهر او هو المرجع نفسه اللي تتقلده يوكلك في انه انت تصرفها على الفقراء مثلا والمساكين اللي منهم سادة او غير سادة بعد ما يأذن لك هو هاي طريقة الدفع بهالطريقتين هذني. نعم اكو تمديد مثل سنة سنتين اربع سنوات خمس سنوات شنو تمديد شنو تمديد اقل السيد على السستان بلي الله يحفظه شنو تمديد شنو مقصود تمديد حتى افتهمه يعني عليك مبلغ يعني كبير مثلا هذا المقصود مثلا عليه مبلغ وانا هذا المبلغ يعني يأثر على عملي ويأثر على بلي باستطاعتك تروح مثلا يسوي نفس السيد المرجع او وكيله مداور بالذمة يعني نوعا ما اقدر انا اشرح لك اياها شوية طويلة بس عنوانها مداور بالذمة تقدر تروح تقول أنا أريد هذا المبلغ الكبير سووا لي مداور في الذمة حتى تقدر أنت تأخذ مثلا راحتك في التسديد بالضبط نعم. هو هذا الأيق مخصوص اسمه مداور بالذمة خليها هاي بالك اسمه مداور بالذمة نعم لازم وكيل السيد اللي أقل ده. بلي مو أي واحد لو السيد لو وكيله اللي هو يأخذ مثلا بالمكتب أو غيره بمحافظتك انت من النجف يعني انت يعني قريب من السيد المرجع تقدر تتمشى تروح الى المكتب ووكيل هناك موجود يسوي لك مداور بالذمة حتى نوعا ما مثل من التسهيل في الدفع الله. هذا سيد ندعينا بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله موفق ان شاء الله نرجو الله الإجابة ان شاء الله بحق محمد وآل محمد اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ عارف اهلا وسهلا من كربلاء أم عادل من كربلاء تفضلي يا أم عادل السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا سيدنا سؤال أمي قبل يعني بزمن صدام نعم. يعني قبل ذيك الفترة ادينت مبلغ 5000 دينار من الناس وخمسين ألف همين ادينت ولحد الآن ما موفيتهم وماتوا أهلهم الفلوس شلون تدفعهم وما تعرف أهلهم أبدا يعني هاي أصحاب الفلوس هذه أبدا ما تعرفهم لا تعرفهم بس ماتوا ورثتهم موجودين نعم أبنائهم بناتهم غيرها تروح نعم تقدر هي تقدر تروح تأدي هاي المبالغ طبعا بقيمتها يعني تحاول أنه تشوف قيمتها بذاك الوقت الخمسين مقابل هالوقت هذا شقد هي هو احنا نريد نعرف شقد على مود تدفع اي هذه احنا هنا يعني شرعا ما نعرفها وانما يعرفوها الصياغ ذولا صياغ الذهب يعرفون الذهب مثلا في ذلك الوقت او السنه الفلانيه من سنه 90 مثلا
إيش قد كان مثلا قيمة 5000 أو 50000 والآن إيش قد تساوي. ذول الصياغ ممكن تراجعون الصياغ. واحد صايغ مثلا قديم تقلوا له مثلا 5000 و50000 بتلك السنة إيش قد قيمتها بهاي الوقت. إذا قالكم مثلا فد رقم معين تقدرون تروحون يا با انتوا ورثة فلانة وفلانة أو فلان وفلان تفضلوا هذا الدين مالتكم وبرون الذمة. زين ولا ماكو ورثة ميتين كلهم؟ إذا ماكو ورثة طبعا انتوا المرجع اللي تقلدوه أو وكيل المرجع بلي أو وكيل المرجع تروحون تودون هاي الفلوس طبعا بعد التقدير تودون هذا الفلوس لهم وتقولوا لهم هذا الوضع اللي عندنا احنا كنا متداينين هاي الفلوس والان احنا نجيب لكم اياهين انتوا تصرفون بهين. بلي نعم بهاي الطريقه. جايبنا سؤال ثاني ولا ازعاج؟ اي لا العفو عليك رحم الله والديك الله يطول عمرك. نعم جايبنا انا امي من اهل الله يعني قبل ما تفتهم الدين والصلاه والهاي يعني. بلي بلي نعم نعم زوجها جاب لها دجاجه مربيتها بتموت الدجاجه وهي تخاف من عنده ماتت الدجاجه. اجى زوجها قال لها يوم تسوي لياها غدا سوت هي ما قالت لها ميته تخاف من عنده لا يقتلها لان هو كان كلش قاسي. اي نعم واكلها يعني وهو متدين وهاي وهسه هي متالمه كلش يعني ضميرها شو تسوي كفاره؟ خلي بريها الذمه هو الرجال كله غير يموتها الان حتى الان همته يعني حتى الان ما عنده لحيه مسرحه. عجيب بس تستغفر الله سبحانه وتعالى عن هالعمل اللي سويته هذه تقول نعم. استغفر الله ربي واساله التوبه وما اعود لمثل هذا مره ثانيه ابدا. نعم الله اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ام عادل. نعم عندنا اتصال ابو حيدر من دياله تفضل. ابو حيدر ابو حيدر من دياله تفضلوا تفضل يا ابو حيدر. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا ومرحبا ابو حيدر. تواصل وياي عبر الهاتف واترك التلفزيون. نعم عيوني سيدنا انا علي نذر 10 ايام صيام. نعم اقدر يعني اتصدق مكانهن يعني لولا صوم نذر لازم يكون الصومهن النذر لازم الصومهن. نعم نذر هذا يعني انت اوجبت هذا الصيام على نفسك. صحيح اي بل فانت لازم توفي بهذا النذر الا صحيح. اذا كنت ما قادر فد مرة مثلا يسقط عنك اما انت اذا قادر على الصيام لازم الصومهن. بلي نعم قادر بلي موفق ان شاء الله يا ابو حيدر. الله يحفظك سيدنا نسألك الدعاء نرجو الله الاجابه ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. نعم عندنا اتصال عباس من بغداد تفضل اخ عباس. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا ومرحبا. السؤال سيدنا رحمه الله الله يخليكم شنو سؤالك اخ عباس؟ سيدنا عند والدتي مره كبيره نعم قاعده فقط بالسكر هي مطلوبه قبل 10 سنوات ما صيام صلاة كاملة هي بس صيام مطلوبة خوش قبل ولادة ورضاعة ومريضة هاي 10 سنين مطلوبة الآن ما تقدر الصوم تدفع فدية والفدية مقدارها عن كل شهر 22.5 كيلو من الطعام يعني المقصود بها طحين الحنطة طحين الشعير أو نفس الشعير أو نفس الحنطة تمر زبيب المهم 22.5 كيلو عن كل شهر كل شهر بلي. الله يحفظك الله يخليك يا عزيزي أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ عباس. عندنا اتصال آخر بلي نكمل. ذكرنا في بداية البرنامج الأخ سيد السلام وسؤال حول شروط الطلاق ذكرنا اللي هي بدقة. سؤال آخر قاسم
الأخ قاسم محمد. قاسم محمد، ما حكم شرب القليل من الخمر؟ شرب القليل من الخمر حرام طبعا، الخمر حرام، لا يجوز شربه قليلا أو كثيرا. عندنا هذا الاتصال، حوراء، أم حوراء عفوا من واسط، تفضلي يا أم حوراء. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي يا أم حوراء. سيد أنا مام الزوجة وعمري 44 سنة، وأمي عندي والدتي مريضة وقاعدة أنا على حساب الوالدة. بلي بلي. وبرمضان بالإخواني ينطوني الفطرة إلي. الفطرة بلي. يعني هل يجوز؟ يعني أنا ما عندي راتب. بلي، ما بيها شيء. الأقربون أولى بالمعروف، يعني غير أخوتي شذولة. يعني يجوز. نعم يجوز، يجوز أخواني شذولة وهم دا يطون الفطرة إليك، الفطرة مال رمضان يعني المقصود بها، مو تمام؟ أي بل زكاة الفطرة، أي هذا جائز وما بأي إشكال. أي مو أكو بعض ناس يقول ما يصير. ليش ما يصير؟ زين اخوانك هم يعني في نفس البيت مثلا، هذا المقصود؟ لا يعيلون لا هم من انا قاعده ويا اخوي، اخوي من زوج اثنين نسوان وقاعده انا ووالدتي ويا. فاخوتك هذول اللي برا يعني اللي عازلين هم يعطون فطرتهم الك. اي ما بيها شيء، هم ما يعيلوك يعني اللي عاله، المقصود باللي عاله يعني يصرفون عليك مثلا يوميا او شهريا. لا ما يصرف خلاص عليك. إذا ما يصدق الإعالة فزكاة الفطرة هم يدفعوها إليك جائز وما بي أي إشكال. يعني حتى رجل أختي ينطين الفطرة مالتهم. ماكو إشكال، ماكو إشكال. إذا رجل أختك، إذا أنت علوية ورجل أختك عامي فما يجوز تأخذيها من عنده. لا انا مو علويه وهو همين مو هاي هي. اذا هكذا نعم يجوز ايضا تاخذين زكاه الفطره من عنده، ماكو اي اشكال. رحم الله والديك. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ام حوراء. نعم خالد من العماره. خالد من العماره تفضل. خالد من العماره تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل أخ خالد. نومك مولاي الله يحفظه إن شاء الله ويبارك فيك. شنو سؤالك بخدمتكم؟ مولاي بزيارة الأربعين الإمام الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. أخ خالد خليك وياي بعد التليفون، اترك التلفزيون. مولاي بزيارة ما الإمام الحسين عليه السلام. نعم. الناس تقطع مسافات مثل زوجتي تقطع مسافة وأكو ناس توزع عربانات وتوزع هدت عربانة منهم وهي ما قاز المال حسين سوى. هاي عربانة مال الدفع اللي يقعدون عليها الناس، هاي العربانة مال الدفع؟ لا ايه الطفل، ايه الطفلة ها مال الأطفال. بلي ما لفى قالوا لها امتي يعني غازة للزيارة لغاية ما حسين قالت لهم ايه، بس هي ما غازة يعني توصل مسافة وترجع وتمشي بسيارة. انا اللي افتهمت الان من عندك اخ خالد انه انت والله. بزيارة الاربعين انت وزوجتك تروحون مشي؟ لا لا بس هي تمشي بالشارع. ايه تمشي بالشارع وهاي الناس اللي عتها خير توزع عربايل. توزع عرباين غير يعني للثواب يعني تاخذه لك؟ لا لا للثواب. للثواب وبعدين يرجعونها؟ لا 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 انا غير افتهم السؤال حتى اقدر اجاوبك يا اخ خالد. ما حد يقبل مولاي. الله يخليك الناس يا حبيبي. متوزع. نعم تطلق الاطفال، تطلق الاطفال يعني تمشي الناس لزيارة الامام الحسين قبل. نعم إذا تقصد ما أنت راح الإمام الحسين يعني مسافة وترجع. يعني سؤالك على المشي العربانة وياها. ما يخالف، أنت سؤالك على العربانة لسؤالك على المشي.
لا على العربانة سؤالي. سؤالك على العربانة، إذا ذولا يطون العرباين للثواب إلك حتى لو ما ترجعها، خو تقدر تأخذها أنت وياك للبيت. أما إذا قالوا لك لا هاي فقط بس للزيارة، تزور بيها وترجعها، لازم يكون ترجعها. لا لا ما قالوا رجع. إيه أنت بعد شنو اللي افتهمته من عندهم؟ بلي الله يحفظك. الله يخليك يا عزيزي، أهلا وسهلا ومرحبا بك خالد. عمار من ديالة. عمار من ديالة تفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل أخ عمار. الله يبارك فيك. زيدة راسنا الخمسية. نعم. عندي راسنا الخمسية، فأني خلال هاي السنة عندي مبلغ 500,000 دينار. بقت يعني راس السنة بقى عندي هاي 500، يعني خلينا نقول زيادة فائض. بس أنا بنفس الوقت مطلوب قسط، يعني عندي مشتري مواد منزلية ومطلوب قسط. يعني بهاي الحالة 500 اللي بقني خمسة يعني أطلع 100,000. لا أو إيه أول مرة توخر الدين. هذا الدين اللي توخره لازم توخره من عدا وتخمس الباقي. خير الله يخليك يا عزيزي، أهلا وسهلا. أي أي تفضل. انقطع الاتصال آسفين أخ عمار. نعم. ذكر السؤال الأخ قاسم، ما حكم شرب القليل من الخمر؟ جاوبنا عليه أنه قليله كثيره هذا كله محرم، لا يجوز شرب حتى القليل. نعم القليل من الخمر لربما طبعا منجس، هو ينجس الفم، ينجس، المفروض واحد يغتسل أو يغسل موضع ملاقات النجاسة اللي هي الخمر. سلمان من البصرة. تفضل اخ سلمان، اهلا وسهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. جواك الله، شلونك؟ شوفتك. اهلا وسهلا. شنو سؤالك اخ سلمان؟ سؤالي هل يجوز يعني راس مبلل وعادة افبس؟ يعني راسك مبلل يعني بماي لو رطوبه بس هيك، يعني مجرد بروده مالت الماي؟ اكو فرق طبعا بين الاثنين، فجاوبني، هذا راسك مبلل ماي ينقط لو مجرد رطوبة؟ يعني لا مجرد تقول يعني برودة الماي. انا تمي سابح وثبت يعني. لا ما يصير، لازم يكون ينشف راسك، ينشف يعني حتى ينشف راسي. ينشف يعني يكون بماكو ماي يسيل، هذا معناه. ها اي نعم نعم. وتقدر بعد ذلك تثبت. اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ سلمان. نعم عندنا أيضا سؤال أيضا من الأخ قاسم، كان سؤال الأول ما حكم شرب القليل من الخمر، سؤال الآخر من الأخ قاسم ما حكم أكل الطرشي المدبس؟ جائز أكل طرشي المدبس، ما بيه إشكال، يعني هذا الطرشي الذي يضاف إليه، يعني خال يضاف إليه الدبس أو دبس التمر مثلا أو أي دبس آخر، ويخبطوه ويحطون به هذه المواد الأخرى من خيار وغيره وكذا ويبيعوه على الناس. نعم طاهر وما بي أي شيء وممكن واحد يأكله. نعم الدبس هذا إذا ضفتوه مثلا إلى الماء، إذا كان أكو ماي مثلا ضفته إلى الدبس ومثلا وموجودة هاي المواد مع الطرشي وغيرها، كون ما يبقى أكثر من 3 أيام، يعني عندكم مجال بس 3 أيام تأكلونه، أكثر من 3 أيام راح يتخمر، فهذا ما تقدرون أنتو تأكلون هذا الطرشي بهالشكل هذا إلا بعد ما يتحول هذا التخمير إلى خل مرة أخرى، حين ذاك يصير طاهر وتقدرون تاكلونه. فأكل الطرش المدبس جائز وما بي أي إشكال إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية وقت البرنامج، إن شاء الله نلتقيكم يوم السبت
القادم بنفس هذا التوقيت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك يا لا إله إلا